للحديث حول ما جاء في المقال نرحب بالكاتب الصحفي السيد جهاد المنسي. أستاذ جهاد صباح الخير، برأيك أهمية هذه الانتخابات في ظل الأوضاع الإقليمية السائدة؟ صباح النور. نعم، عمليا تحدثنا في المقال عن هذا الموضوع وأكدنا أن الأردن دائما وعلى الدوام دائما تهتم بالمواعيد الدستورية وتحاول قدر المستطاع أن لا تتجاوز مثل هذه المواعيد وأن تحترم النصوص الواردة فيها. وبالتالي صحيح هناك أزمة حقيقية في المنطقة، ولكن نحن نتحدث عن انتخابات ما زالت مبكرة، يعني عمليا نتحدث عن ما يقرب من 7 شهور إلى 8 شهور، ويمكن من خلالها أن تكون الأمور مختلفة في المنطقة. وهنا لابد من الاستذكار وأن الأردن ذهب إلى صندوق الاقتراع عندما كانت الكورونا صحيح قد تفشت في العالم وفي البلاد أيضا، وكان هناك إغلاقات وما إلى ذلك، ذهب إلى الانتخابات. والأردن أيضا ذهب إلى الانتخابات في فترات عندما كانت الوضع الإقليمي سيء جدا، وحتى عندما احتلت القوات الأمريكية بغداد في فترات. نعم، وهذا يعني دل على شيء، دل على أن هناك احترام للمواعيد الدستورية. وبالتالي أنا أذهب إلى الترجيح أن الانتخابات ستجري في مواعيدها. هناك من يتوقع أو يقول أن الانتخابات لن تجري وأن مجلس النواب سيمدد له. أعتقد أن هذا غير دقيق على الإطلاق، بل أن الأمور تشير إلى أن الانتخابات ستجري وفق قانون الانتخاب الجديد الذي لابد من الذي جاء ضمن منظومة إصلاح سياسية وإدارية كبيرة. وهذا كل هذا كان هو السبب الرئيس في الذهاب باتجاه أن الانتخابات تجري في موعدها. نعم أستاذ جهاد، يعني لا عاقل يختلف على أننا اليوم بحاجة إلى مجلس نواب يختلف كليا عن كل المجالس التي خبرناها وعن كل السياسات والأداءات التي وصفت دائما بالضعيفة. اليوم نحن ما زلنا نعاني من تداعيات أزمة كورونا، ما يحدث في أوكرانيا، في غزة، المخططات الإسرائيلية، ارتفاع الدين العام وغيرها. هل هذه الانتخابات برأيك فرصة للناخبين ليغيروا أداء المجلس المعتاد في ظل وجود قانون جديد؟ نعم، هي فرصة وفرصة حقيقية. أنا شخصيا دائما وأبدا لست من الطرف الذي يقول أن النقد الدائم هو السبيل إلى الإصلاح. أنا شخصيا أعتقد أن المواطن عليه أن يذهب إلى صندوق الاقتراع وأن يدلي بصوته وأن يختار من يعتقد أنه يناسب المرحلة الحالية. البقاء في البيت ومن ثم بعد ذلك الهجوم على أي منتج أو أي مجلس نيابي هو حالة من الترف السياسي ومن الفوضى التي لا تؤدي إلى إلى أن يكون في هناك استقرار سواء سياسي أو اجتماعي أو نعم. يعني أستاذ جهاد، اليوم أمامنا فرصة لنصنع التغيير لكي تتغير حياتنا إلى الأفضل إن شاء الله. نعم، بدي أشكر نعم وجودك معنا الكاتب الصحفي شكرا جهاد المنسي. شكرا كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. شكرا.